يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوسف ابن يعقوب نبي من الأنبياء؟ وما معنى قوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء؟ نعم، يعقوب نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله، ابن نبي، ابن رسول، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، هو سلسلة نبوة عليه الصلاة والسلام، يوسف الصديق سمي الصديق. نعم. ويقول حفظك الله، وما موقف، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أو من أشرف الناس، قال يوسف ابن نبي، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فهو أشرف الناس وأكرم الناس نسبا. نعم.